بنات، بسوي معاكم حلى بارد لذيذ يسرسح وسهل وسريع وكلكم بتحبونه. النكهة اختيارية، بضيف لليوم نكهة الموز كاسترد بالكريم كراميل، سبق سويته معاكم. المهم اني بسوي مقدار مرة قليل، تمام؟ فانتوا ضعفوا او بحط لكم المقدار الكبير وبراحتكم. انا بسوي يعني نص مقدار. راح اضيف الموية كل المقادير، بضيف حليب البودرة، بضيف الكريم كراميل، نضيف السكر، بودرة الكاسترد، وأحرك على البارد. بعدين راح أضيف النكهة والقشطة بعدين. الآن بنات لسه ما حطيتها على النار، راح أضيف القشطة. كل المكونات ضيفيها وبعدين ضيفيه على النار. طبعا هذه نص علبة. نضيف شيء بسيط من نكهة الموز ونروح نحطه على يمي، ريحتها تشهي، ونحطه على النار لحد ما يثقل شوي، ما يثقل هو كثير. نحرك يا بنات على النار لحد ما يثقل، يثقل تكة بالضبط بنات، هذا القوام اللي نبيه. خلاص طفيت انا النار، هذا صوت الفرن، هذا قوامه بنات. راح نبدا نحطه في القوالب بهذا الشكل كذا بنات. خلص ما شاء الله تبارك الله. ممكن تزينونه بفستق باللي ودكم. ما ادري احط فستق ولا لا، تعرفوني اعشق الفستق، او توت او اللي ودكم. وبس قدميه بالف عافيه، بس يكون مره بارد.